هل كان في اليمن يهود أو نصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل في هذا شك؟ اليمن لا يزال إلى الآن فيه يهود، والنصارى كانوا في نجران، النصارى كانوا في نجران وقدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وحصلت المحاورة بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم والمناظرة، وذكرها الله في أول سورة آل عمران في كثير من أول السورة، أخذت جزءا كبيرا من السورة مناظرة الرسول صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران، وفي النهاية تصالحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدفعوا الجزية. نعم.